بعد ما خلصنا أخبار نادينا هنروح لأخبارنا المتنوعة، والبداية من عند منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني. تدريب صباح النهاردة في بداية استعداده للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية، وشارك في المران اللي قاده كارلوس كيروش 18 لاعب من قائمة ال 25 لاعبا المعلنة، وأدى عمرو السولية جلسات علاجية فيما ينتظر أن ينضم تباعا للاعبون الستة المحترفون في الخارج بعد انطلاق المعسكر المغلق يوم الحد المقبل، وأجرى اللاعبون مسحة طبية قبل بداية التدريب. قرر يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تعيين أشرف خضر عضو اللجنة الفنية للنادي في منصب المدرب العام للفريق لمعاونة الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للدراويش في الفترة المقبلة. وجه قرار تعيين خضر بعد مشاورات بين مجلس إدارة النادي والمدير الفني، بالإضافة إلى اللجنة الفنية بالنادي برئاسة حمادة المصري، واللي قام بترشيح خضر في هذه المهمة. على الجانب الآخر بيواصل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي مفاوضاته مع عدة لاعبين أجانب من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وهتبدأ من يوم السبت اللي جاي. بيبدأ طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق طلائع الجيش مهام عمله بإقامة معسكر بالإسماعيلية بيتخلله أداء مباريتين وديتين، وده في إطار استعدادات الطلائع لمباريات كأس الرابطة واللي هتقام خلال فترة توقف مباريات الدوري العام بسبب إقامة مباريات كأس الأمم الإفريقية. أعلن المدير الفني لمنتخب تونس منذر الكمير القائمة النهائية لنسور قرطاج استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، وشهدت القائمة غياب فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق وزميله المدافع وجدي كرشيدة المصابين بفيروس كورونا، وعرفت القائمة حضور 13 لاعب من الفريق اللي حقق المركز الثاني في كأس العرب. تلوح في الأفق أزمة حادة تهدد منتخب نيجيريا بفقدان إيمانويل دانس نجم فريق واتفورد الإنجليزي في بطولة كأس الأمم الإفريقية واللي بتستضيفها الكاميرون، وقال الإيطالي رانياري المدير الفني لواتفورد لصحيفة ديلي ميل البريطانية: لست متأكدا من أن دانس سيشارك في أمم أفريقيا، ولم تصل إلينا أي رسالة عبر البريد الإلكتروني في الوقت المحدد، وأضاف لم يحترموا الوقت ووصلت رسالة الاستدعاء متأخرة، ويمكننا الاختيار بين السماح بسفر اللاعب وعدم الموافقة. ويسجل دانس 8 أهداف وصنع 5 أهداف مع واتفورد هذا الموسم، وحال مشاركته مع في كأس الأمم سيغيب عن الفريق في فترة مهمة هذا الموسم. أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعيين البرتغالي جوزيبي سيرو في منصب المدير الفني للمنتخب الأول عقب انتهاء كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، واستقال بيسيرو 61 عام من تدريب منتخب فنزويلا في أغسطس الماضي نتيجة تأخر مستحقاته المالية، وسيتولى المدرب المؤقت أوجاستين إيجافون مهمة الإشراف على الفريق النيجيري خلال البطولة القارية واللي بتنطلق بعد نحو 10 أيام.